السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم مع موعدنا اليوم مع درس من دروس مادة العلوم. إن شاء الله شباب اليوم راح نبدأ في وحدة جديدة، وهي وحدة الأرض والفضاء، وهنتكلم فيها عن النظام الشمسي ومكونات النظام الشمسي، وهنتكلم فيها عن الظواهر الفلكية اللي تحدث في السماء الموجودة حولنا. طبعا يا شباب، هذا اللي احنا شايفينه هذا يسمى الكون، وهذا أكبر شيء. والكون يتكون من مجرات، مثل مجرة درب التبانة، هي المجرة اللي احنا بنعيش فيها. طبعا يا شباب، الكون فيه أكثر من مجرة. المجرة الموجود فيها النظام الشمسي تسمى بمجرة درب التبانة، هي المجرة اللي احنا موجودين فيها، هذه مجرة درب التبانة. طبعا يا شباب، مجرة درب التبانة تحتوي على النظام الشمسي. طبعا يا شباب، يقصد بالنظام الشمسي هو ان الشمس والكواكب والاقمار ايه اللي بتدور حولها. طلعوا كده شباب معنى هذا الشمس، والشمس هو عبارة عن نجم من نجوم هذه المجرة اللي هي مجرة درب التبانة. طيب، اذا شباب وحدتنا اليوم هي الارض والفضاء، هنتكلم فيها عن النظام الشمسي. لو نظرنا إلى السماء ماذا سوف نشاهد؟ طبعا يا شباب، راح نرى الشمس نهارا ونرى القمر والنجوم ليلا. طبعا يا شباب، عندما درس العلماء أرضنا وقمرنا وشمسنا، لاحظوا أن أبعاد الأرض والقمر والشمس تم خلقها بدقة مذهلة تنفي المصادقة عنها. فإذا يا شباب، إحنا لو نظرنا إلى السماء نرى الشمس نهارا ونرى القمر والنجوم ليلا. ما هي الظواهر الفلكية التي تحدث في سمائنا؟ طبعا يا شباب، احنا هندرس ظاهرتين فلكيتين. الظاهرة الأولى تسمى بظاهرة كسوف الشمس، والظاهرة الثانية تسمى بظاهرة خسوف القمر. أولا هنتكلم عن ظاهرة كسوف الشمس. ظاهرة ايه؟ ظاهرة كسوف الشمس. ظاهرة كسوف الشمس يا شباب تحدث عند سقوط ظل القمر على الأرض. هذا هو القمر، عندما يسقط ظله على الأرض تسمى هذه الظاهرة بظاهرة كسوف الشمس. إذن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عند سقوط ظل القمر على الأرض. طلعوا كده، هنا القمر يقع في المنتصف بين الشمس وبين الأرض، بين الشمس وبين الأرض. إذن الظاهرة الأولى وهي ظاهرة كسوف الشمس، وفيها يحدث أو تحدث عند سقوط ظل القمر على الأرض، ويكون القمر بين الشمس وبين إيه؟ وبين الأرض. بعد كده شباب، الظاهرة الثانية وهي ظاهرة خسوف القمر. ظاهرة خسوف القمر زي ما احنا شايفين كده، ظاهرة خسوف القمر تحدث عند سقوط ظل الأرض على القمر. ظل الأرض هو الذي يسقط على القمر في هذه الحالة، حيث إن الأرض تقع في المنتصف بين القمر وبين الشمس زي ما احنا شايفين كده. ظل القمر أو ظل الأرض وقع على القمر، فحدثت ظاهرة إيه؟ خسوف القمر. إذن ظاهرة خسوف القمر تحدث عند سقوط ظل الأرض على إيه؟ على القمر، وعندما تكون الأرض في المنتصف بين الشمس وبين إيه؟ وبين القمر. لماذا نعيش على كوكب الأرض؟ طبعا هذا السؤال مهم جدا، لأن كوكب الأرض هو كوكب الحياة. إحنا طبعا عندنا 8 كواكب إن شاء الله راح ندرسهم. عندنا كوكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. الكوكب الوحيد اللي عليه حياة هو كوكب الأرض. لماذا؟ لأنه كوكب الحياة وعليه مقومات الحياة، زي ما احنا إن شاء الله هنعرف إيه مقومات الحياة. طبعا مقومات الحياة اللي هي زي الماء والهواء والغذاء واليابسة والجاذبية ودرجة الحرارة المناسبة لمعيشة الكائنات الحية. إذن زي ما احنا شايفين كده، كوكب الأرض هذا يسمى بكوكب إيه؟ بكوكب الحياة، لأنه يحتوي على إيه؟ على مقومات الحياة. ما هي مقومات الحياة؟ مقومات الحياة طبعا احنا عندنا زي الهواء. الهواء طبعا يا شباب بيحتوي على غاز الأكسجين، وهو الغاز اللازم للتنفس. طبعا بدون هذا الغاز راح تموت الكائنات الحية الموجودة على كوكب الأرض، لذلك الهواء مهم جدا جدا جدا. أيضا يا شباب عندنا من مقومات الحياة على كوكب الأرض الماء. طبعا الماء مهم جدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فالماء أيضا مهم جدا للحياة على كوكب الأرض. أيضا يا شباب عندنا الغذاء والمغذيات. طبعا يا شباب كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الصالح للزراعة،
فبالتالي احنا نقدر نزرع ونقدر نحصل منه على الغذاء. ايضا الحيوانات تستطيع انها تعيش على كوكب الارض، ونقدر نحن نحصل على غذائنا من الحيوانات ايضا. فالغذاء ايضا مقاوم مهم من مقومات الحياة. ايضا الجاذبية الارضية، زي ما احنا عارفين يا شباب ان الكوكب الوحيد اللي عليه جاذبية ارضية هو كوكب الارض، لذلك هو كوكب صالح لايه صالح للحياة. ما هو النظام الشمسي؟ ما هو النظام الشمسي؟ تعريف النظام الشمسي، طبعا النظام الشمسي هو الشمس والكواكب والاقمار اللي بتدور حواليها، اللي بتدور حولها. قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. انظر إلى السماء، طبعا في السماء نرى زي ما احنا قلنا، نرى في النهار شمس، ونرى في الليل طبعا القمر والنجوم، وأيضا يكون ظلام في الليل وضوء في النهار. نهارا وليلا، نهارا وليلا. تعال كده شباب نشوف فيديو تعليمي قصير عن النظام الشمسي، وبعدين نرجع نتكلم عن النظام الشمسي. يعطيكم العافية، نركز في هذا الفيديو. ما النظام الشمسي؟ النظام الشمسي يتكون من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام سماوية، بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى. عطارد، وهو أقرب كوكب وأول كوكب للشمس. الزهرة، ثاني كوكب. الأرض، ثالث كوكب. المريخ، رابع كوكب. المشتري، خامس كوكب. زحل، سادس كوكب. أورانوس، سابع كوكب. نبتون، ثامن كوكب، وهو الأبعد عن الشمس. ولعلك تتساءل الآن، كيف لي أن أتذكر أسماء جميع الكواكب في المجموعة الشمسية وعددها 8؟ إليك هذه الفكرة وهذه الطريقة. استراتيجية فلو. First letter of each word. أول حرف من كل كلمة. خذ أول حرف من كل كوكب. عين، زاي، ألف، ميم. ميم، زاي، ألف، نون. لتصبح كلمة السر عزام، مزان. تتميز الكواكب في المجموعة الشمسية بأنها تختلف في أحجامها وسرعتها وبعدها عن الشمس. تتصف حركة الكواكب حول الشمس بأنها حركة في مدارات إهليجية وليست دائرية، وهذه الحركة حركة شاملة لجميع مكونات المجموعة الشمسية من كواكب وتوابعها. تستمر الكواكب في دورانها حول الشمس بسبب جاذبية الشمس للكواكب، فإن انعدمت جاذبية الشمس لها فإن الكواكب سوف تفلت في الفضاء. تدور جميع كواكب المجموعة الشمسية باتجاه معاكس لاتجاه حركة عقارب الساعة، وسرعة الكواكب تتناسب بشكل عكسي مع بعدها عن الشمس، بمعنى أن سرعة الكوكب تقل كلما ابتعد عن الشمس. أما بالنسبة لطول المدارات، فكلما كان الكوكب قريبا من الشمس يكون مداره أقصر، وإذا كان الكوكب بعيداً عن الشمس فيكون مداره أطول. زي ما شفنا شباب النظام الشمسي، وشفنا أن النظام الشمسي يتكون من الشمس وكواكب تدور حولها، وأخذنا 8 كواكب، قلنا كوكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. وشفنا شباب أن أقرب كوكب للشمس هو كوكب عطارد، وأبعد كوكب عن الشمس وهو كوكب كوكب نبتون. طب تعال كده صمم نظاماً شمسياً. عندنا من الصلصال والعود الطويل. طبعا لو حبينا نصمم النظام الشمسي هيكون بهذا الشكل، هتكون الشمس هنا والكواكب تدور حولها. اول كوكب راح يكون كوكب عطارد، والكوكب الثاني كوكب الزهرة، والكوكب الثالث كوكب الارض، والكوكب الرابع كوكب المريخ،
والكوكب الخامس هو كوكب المشتري، والكوكب السادس هو كوكب زحل، والكوكب السابع هو كوكب أورانوس، والكوكب الثامن هو كوكب نبتون. ملاحظاتي: تدور الكواكب حول الشمس زي ما احنا شفنا بالفيديو يا شباب، ان الكواكب تدور حول الشمس في مدارات اسمها مدارات إهليجية او مدارات بيضاوية وليست مدارات دائرية. فاذا هنا تدور الكواكب حول الشمس في مدارات إهليجية او او بيضاوية. الكواكب واقمارها واجسام اخرى تدور حول تدور حول الشمس، تشكل ما يسمى تشكل ما يسمى بالنظام الشمسي. إذن تعريف النظام الشمسي هو الكواكب وأقمارها وأجسام أخرى تدور حول الشمس، تسمى هذا كله بالنظام الشمسي. قارن بين حجم الشمس والكواكب. قارن بين حجم الشمس والكواكب. طيب، عندنا نشاط في الكتاب صفحة 169، نشاط الأدوات المستخدمة في النشاط: كرة وخرز وخيط وصوف ومسطرة وقرص من الورق المقوى. طبعا احنا هنا هنسوي عن طريق هذه الأدوات الشمس والكواكب. طبعا يا شباب هنا حجم الشمس أكبر بكثير جدا من الكواكب، والشمس نجم، الشمس نجم مشاع للحرارة عكس الكواكب. فإذا هنا هنكون هنسوي طبعا هنا بنفس هذا الشكل، هنسوي الشمس عن طريق هنا طبعا الكرة الكبيرة والكواكب حولها، زي ما احنا قلنا كوكب عطارد وكوكب الأول، ثم كوكب الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم أورانوس، ثم نبتون. فإذا هنا الشمس هي أكبر جسم فيهم، ثم يأتي بعدها طبعا أكبر يعني أكبر شيء الشمس، ثم الكوكب الأكبر بعد الشمس هو كوكب المشتري، هو أكبر الكواكب، ثم كوكب زحل ثاني أكبر الكواكب، ثم كوكب أورانوس الثالث أكبر الكواكب. طلعوا كده يا شباب، هذه صورة تقريبية لأحجام الكواكب مقارنة بالشمس. طلعوا كده، الشمس هنا هي أكبر جسم فيهم، طلعوا هذا أكبر جسم فيهم، ولكن من حيث ترتيب الكواكب في الحجم عندنا كوكب المشتري هو أكبر الكواكب، ثم زحل ثاني أكبر الكواكب، ثم أورانوس هو ثالث أكبر ثالث أكبر الكواكب. وحجم الأرض، حجم كوكب الأرض والزهرة تقريبا حجمهم متساوي. بإذن حجم الشمس هنا هي أكبر من جميع كواكب النظام الشمسي، وقلنا إن الشمس نجم، الشمس نجم وليست كوكب. تختلف الكواكب زي ما احنا شفنا في حجومها، فمنها الكبير ومنها الصغير، منها الكبير ومنها الصغير. ما أثر حرارة الشمس على الكواكب؟ ما أثر حرارة الشمس على الكواكب؟ طبعا احنا عارفين يا شباب إن الشمس هي جسم مشع للحرارة، تتكون طبعا زي ما احنا شايفين كده من غازات ملتهبة، وهي طبعا درجة حرارتها عالية جدا. الكواكب القريبة من الشمس تكون درجة حرارتها عالية، والكواكب البعيدة من الشمس تكون درجة حرارتها منخفضة. يعني هنا عندنا كوكب عطارد والزهرة هم أسخن الكواكب، عطارد والزهرة لأنهم الأقرب إلى الشمس، فتكون درجة حرارتهم مرتفعة جدا. أما كوكب نبتون وهو أبعد كوكب عن الشمس، فتكون درجة حرارته باردة. إذا كلما ابتعد الكوكب عن الشمس ماذا يحدث؟ ها؟ انخفضت درجة حرارته. يعني كوكب نبتون هو طبعا الكوكب الثامن في ترتيب الكواكب، وهو أبعد كوكب عن الشمس، لذلك درجة حرارته منخفضة جدا. كلما اقترب الكوكب من الشمس ارتفعت طبعا درجة حرارته، زي كوكب عطارد والزهرة هم الأقرب كواكب إلى الشمس، فبالتالي تكون درجة حرارتهم مرتفعة جدا جدا جدا. وكده شباب احنا نكون هنا درس اليوم. أستودعكم الله وألقاكم الحصة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.